ايه؟ هتلاقي ال 12 انستراكشن ها نفس البعض البعض الضابط اللي بعد السي ال ايه كان اسمه ايه؟ سي ال ايه؟ اي يبقى دي سي هيبقى بكام؟ ها؟ زي ما هو اي بقى دي اللي تتغير طيب البي سي 022 ها ايه بعد سي الاي ار الاي ار الاي ار ها سي اللي ايه دي كنت بحس 7000 وكام يبقى الاي ار ب 7000 وكام 400 والاي ار بيساوي كام 400 صعب نفس بقى كل ده مع كل الاستراكشر بتاع بتاع حاجه كده الريجستر ريفرنس فيه مشكله ها مطلوب من كل الناس تحل من مسألة رقم 11 ل 16 وكل واحد يحل بنفسه بنفسه ويجيب لي ورق متدبس ولا يجيب لي ورق ملون ولا فايل ولا كلام فاضي ده كل واحد يجيب ورق وقلم ويفكر في المسائل حل غلط وروح حلها غلط بس فكر ما تقلقش من واحد زميلك بعرف خلاص كل واحد بعد اذنكم يحل هو بنفسه ويكونوا جاهزين ان انتوا تمتحنوا الاسبوع الجاي. هذا حتى الحاجات اللي احنا بنشرحها بس ذكرت تقبل عايز تقبل تقبل لحظه موافقين ولا مش موافقين ولا مش موافقين هم مزاجهم مزاجهم مش مزاجهم مش حاجه اه ماشي المسألة اللي بعد كده ايه؟ البي سي يساوي 21 الاستراكشر بتاعك الاي بتاعته بزيرو ركزوا يا جماعه بيقول لي ركزوا معايا ولا ما تكتبوش افهم بس الصيغه بتيجي ازاي بيقول لك الاي بتاع الاستراكشر بتاعتك بزيرو الانستراكشن بتاعك الانكود بتاعه الان الادرس بارت بتاع الانستراكشن ب 083 يبقى انا عايز اكتب الانستراكشن على بعض اكتبه ازاي؟ اكتب 0 والادرس بارت كام؟ 083 ده الانستراكشن جميل؟ طيب ادي ايه كمان؟ بيقول لي الميموري مكان في الميموري اللي الادرس بتاعه 083 قيمته ب 8 اف 2 وايه كمان؟ بيقول لي سي بيساوي ايه 93 7 بس بيقول لي بقى ايه هات ايه؟ هات البي سي بكام؟ والاي ار بكام؟ والدي ار بكام؟ والاي سي والاي ار والعكس بكام الحاجات دي؟ بعدين البي سي كان بكام؟ والامر ده مش بلان ولا حاجه يبقى بكون مطمن ان انا بقول ده 022 من اول من قبل ما اعمل اي حاجه طالما ده مش بلان تمام يبقى بكون البي سي هتبقى واحده الاي اه سنة خلاص بقى ها الدي ار ها الدي ار ايه؟ الدي ار بتيجي منين؟ من ام اوف اي ار اللي هي الدي ار بكام؟ 083 بحطه فين؟ الدي ار اللي هي كام؟ حد عنده مشكلة؟ طب اللي بعده اي سي اي سي هيساوي ايه؟ مجموع يعني هتدفع كل ده وتطلع مش في الاخر اند اند طيب اند مين مع مين؟ اي سي القديمه مع الداتا ريجستر اي سي بكام؟ بسرعه فكها ثلاثة تسعة ايه؟ 10 صح؟ طيب الداتا ريجستر 2 اف 8 بي واحد تروح صفر واحد صفر واحد صفر اعمل ألف صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر واحد رجع تاني لا رجع قيمة مش رجع انت يعني ها ثلاثة ثمانية
يساوي كام؟ ايه؟ 8 3 2. كان اللي عملناه بقى في الاي سي. اللي عملناه في الاي سي تاني. ما عملناش حاجه، العمليه اسمها ان. العمليه دي اسمها ان، يعني ايه بيحصل؟ اي سي ان دي ار والنتيجه بيتحط في الاي سي. فجبت الاي سي القديم والدي ار اللي انا جبتها من الميمون، يعني جبت لهم ان باينري ورجعت تاني الاي سي وحطيت في النتيجه الاي سي. طيب عظيم جدا بقى. اي ار بقى في كام؟ في كام؟ ده مش مهندس بعد ما المفروض ده في كام؟ انت عارفين الاعمال اللي عندها؟ واحد عمل كده؟ واحد بيشوف تقديمه صفر صفر 8 3 صح؟ مش بيسمي لك واحد صفر ثلاثة؟ ها؟ ده معظم صح؟ ودي ان، انا عارف ان هي صفر 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 وده صفر كمان، دول باينري طبعا صفر باينري اللي هو كام؟ صفر صفر، يبقى صفر صفر 8 3 ده المصطلح.